أنا جعان قوي ومش لاقي حاجة كلها في الغابة دي. أنا هروح أدور يمكن ألاقي أكل ولا حاجة. أنا مش جايلي نوم خالص، أنا حاسس إن أنا جعان قوي. أنا هخرج برا البيت بتاعي وأدور على أكل يمكن ألاقي حاجة أكلها، أنا جعان قوي. إيه ده؟ أنا مش لاقي حاجة أكلها خالص في الغابة، بس أنا شايف في حاجة هناك ورا الشجرة هناك أهي، ما أروح أشوف إيه ده يمكن ألاقي حاجة أكلها. ايه 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 ده؟ إيه انت زومبي؟ انا بتهيألي كده انك زومبي صح؟ ايوه انا زومبي واكلك دلوقتي يا حلو، انت جيت لي في وقتك، انا ما كنتش لاقي اكل خالص. ابعد عني يا زومبي، انا برضو قوي وممكن اموتك دلوقتي. شفت بقى يا زومبي ان انا اقوى منك؟ ما نبنيش منك الا العضة بتاعتي، ولا لقيت اكل ولا لقيت حاجة، وحتى برضو مش شكلك ده، انت مقرف قوي. يلا انا هروح على بيتي انام والصبح باكل. ودينا هو رجعت، لا اكلت ولا نيلت، اما نام بقى. بس العضة دي بتوجعني قوي، انا حاسس ان في حاجة غريبة فيا. ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه ده؟ انا بقيت قوي جدا وعملاق جدا، انا اروح اكل حيوانات الغابة، انا جعان قوي، انا اروح اكلهم كلهم. الدب العملاق اللي هناك ده جاي عليا بيعمل ايه؟ عامل ايه؟ قال ياكلني. الله، دب لذيذ، تعالالي حلو يا ماما. انا خايف، ابعد عني يا دب. لا يا حلو، انا هاكلك علشان انا جعان قوي. ما تاكلنيش أرجوك، الحقوني. دب لذيذ، اما اروح ادور بقى على دب غيره او اي حيوان تاني. ايه الصوت اللي انا سمعاه ده؟ ده صوت مخيف جدا يا ماما، اما الحق اروح بيتي. مش هتلحق يا بقرة، مش هتلحق تروحي بيتك علشان انا هاكلك. هم هم هم. لا سيبني سيبني، انا عندي عيال صغيرين عايز اربيهم، الحقوني الحقوني. بقرة لذيذة، ده الحيوانات هنا كتير، انا هاكلهم كلهم. هم هم هم. يا بطة نطي نطة، يا بطة نطي نطة، يا بطة نطي نطة 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 نطة. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ يا ماما ده صوت مخيف جدا. صوت ايه ده؟ الدب العملاق ده؟ يا ماما الحقوني، ما تاكلنيش يا عم الدب، ما تاكلنيش. تعالالي يا حلو تعالالي، ده انت حلو كده وهاكلك دلوقتي. الحقوني الحقوني. هي حيوانات الغابة اللي جنبنا ما عادتش بتزورني ليه؟ حاجة غريبة فعلا، انا هروح الغابة واشوف ايه اللي بيحصل هناك، يمكن في حاجة بتحصل هناك وهم خايفين منها ولا حاجة.
ايه ده؟ هي الغابة فاضية كده ليه؟ وما فيش حد ولا ايه؟ ايه ده؟ انا سامع صوت. ايه ده؟ يبقى انت السبب بقى اللي مخلي الحيوانات كلها ما تظهرش في الغابة. تعالي لي يا سبايدر مان علشان اكلك واخلص عليك. لا 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 لا، ده انت شكلك بقى ما تعرفش مين سبايدر مان. انا دلوقتي هعرفك شغلك يا دب. خد دي. طلعني من الشبكة دي. على فكرة انا ممكن اكلها واطلع منها. لا 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 لا، انت شكلك دب مش طبيعي خالص، مش زي اي دب انا شفته في حياتي. انا هروح اشوف اي حد من الحيوانات يساعدني ان انا احبسك في قفص كده ولا حاجة عشان ما تقدرش تهرب. يا اسد سيمبا يا اسد سيمبا. ايوه يا سبايدر مان، انت فين؟ انا كنت بدور عليك. انا اللي بدور عليك يا اسد سيمبا، بدور على اي حد من الحيوانات علشان يساعدني. انا كتفت الدب المفترس بالشبكة العنكبوتية بتاعتي، بس هو ممكن يهرب منها، فمحتاج مساعدة اي حد ان احنا نحبسه في قفص. يلا بينا، انا عندي قفص كبير، يلا بينا نروح نحبسه فيه. انا هخرج وهقتلكوا كلكوا. يلا يا اسد سيمبا هات القفص. لا طلعوني طلعوني من هنا. ايه رأيك يا سبايدر مان نولع فيه بقى وهو في القفص؟ لا 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 لا، انا عندي اقتراح تاني يا ملك الغابة. الدب ده انا حاسس ان هو مش طبيعي، ممكن يكون حد عمل له سحر ولا حاجة. احنا احسن حاجة ننادي القرد الحكيم. وهيعمل ايه القرد الحكيم؟ هو بقى هيعالجه، وجايز يكون دب طبيعي وتحول لكده ولا حاجة. هو هيعرف ناديه، بس ناديه يا قرد يا حكيم يا قرد يا حكيم. ايوه يا ملك الغابة، شوف لنا الدب ده قبل ما نموته، اذا كان طبيعي ولا مش طبيعي، وفي امل ان هو يتحول ولا مش يتحول علشان هنموته. طيب احنا نديله من الاعشاب السحرية دي، ولو اتحول يبقى في سحر كان معمول له، ولو ما تحولش اتكله على الله وموتوه بقى، خلينا نخلص منه. خد كل يا دب، فرصتك الأخيرة إنك تعيش. لو تحولت يبقى إحنا مش هنموتك، لو ما تحولتش يبقى أنت هتفضل زي ما أنت وهنموتك. إيه ده؟ ده الدب بتاعنا اللي في الغابة، إيه اللي عمل فيك كده؟ أصل أنا كنت جعان قوي وخرجت بالليل آكل، فعضني الزومبي، فهو اللي حولني كده. يخرب بيتك يا دب، ما انتش تاكل بالليل تاني يا اخويا، كنت هتموتنا كلنا.